لما كانت الدنيا دار حزن وكدر لكان محمد فيها عليه الصلاة والسلام ملك الرسول، لكن الله لا يريد يعطي أولياءه من هذه الدار. الله من حكمته جل وعلا وهو الحكيم الخبير أنه لا إذا أحب عبدا زوى عنه الدنيا. ولذلك أحبابي إذا رأيت العبد يصب عليه البلاء، يموت ولد، تموت البنت، يخسر في الأسهم، تقطع رجله غرغرينة، في سكر، فيه ضغط، فيه كوليسترول، واحد من عياله ضال، وبنت من أبنائه ما تسلم عليه، والمرأة مكدرة عيشه، والراتب ما يبقى منه شيء، وعليه دين يسدده، ومع ذلك مبتسم يقول الحمد لله، اعلم أن الله أراد به خير. كأنما أراد الله ألا يجعل جزاءه